عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غيكون واحد الفيديو غزال زوين، فايقه فيه متحمسه. دابا الصباح هذه تقريبا شي 8:30، انا غدا خارجه غادي نمشي للخدمه، وفاش غنخرج من الخدمه ان شاء الله غادي نجي للدار باش غادي نخملها نجمعها نقاد داكشي كامل، لانه ان شاء الله المفاجاه الجميله هي انه ماما ان شاء الله جايه عندي اليوم. دونك غادي نمشي ان شاء الله، غنرجع من الخدمه غنجمع الدار وهذا، و ديك الساعه غادي يجي بوراك يهزني ونمشيو ناخذوها ان شاء الله من المطار. فانا متحمسه بزاف، توحشتها ان شاء الله. غادي نشوفوها اليوم نصور معكم لوقيته فاش مشينا تلقينا ليها. دونك هادشي اللي كاين، اختكم دابا غادا تمشي تركب. يلا دخلت دابا، غادي نبدا شويه الخدمه، غادي نقاد شي حاجه في البيسي عندي ومن بعد ننزل ان شاء الله نصور. فهادشي اللي كاين اليوم، نهار السبت ما كيكونش شارجي بزاف، مي كوميم فيه شويه ديال الخدمه هكا، واخا غير في البيرو. جيت دابا نصوب القهوه ديالي، كاين هنا كوان كافي هنايا زوين، جيت نصوب القهوه ديالي هنايا ونطلع نكمل الخدمه. جبت لي كاو تبع وصلت للدار، غادي ندخل نجمعها ندوش ونخرج ان شاء الله. المهم انا ندخل دابا غادي نبدا بالكوزينه، انتما الكوزينه كتغوت الجي هادي. جبت داكشي اللي كنطيبت من البارح وداكشي خليت الميعان ومشيت ناس حيت كنت عيانه، وتجي دابا عاد غادي نجمعهم وغنحطهم في الماكينه، وعاد داكشي اللي في الثلاجه حيت كاع داكشي اللي مثلا سالي ليه التاريخ ديالو داكشي كامل. المهم حيدتو خويت الثلاجه نقيتها باش هكا نجيبو ان شاء الله التقضيه غدا انا وبوراك، حتى نجيبو ماما يعني غدا ديجا حنا معروضين. فخليكم ان شاء الله مع الفيديوهات القادمه، وعاد او ميم طون اول حاجه بعدا اهم حاجه غنديرها هي غادي نجمع الدار، انه انا ديما كنخلي الجمعه الكبيره ديال الدار هي نهار السبت، فغادي نديرها دابا بين ما نتجا بوراك ان شاء الله ونمشيو لهذا المطار باش نتلاقاو ماما. فرحانه متحمسه، انتو متخيلوش قداش واخا الله. المهم غادي نعيش معكم نعيشكم معايا ان شاء الله هاد اللحظات، فيلا نبداو بالرويلة.
لقيتوني عاد كملت عرفتو شطبت وجففت ما صورتش لكم كاع بزاف المراحل حيت درت ديشارج ليا التليفون وكنت كنهضر مع الخدمه كل شويه كيعيطوا هذا ما كملتش لكم هذاك الشيء كامل. المهم راني جمعت الدار كامله سميتو شطبتها نقيتها جففتها الطواليطات حكيتهم هذيك البلاصه فين البيت ديال ماما بدلت ليه هكا الغشاء ديال المخده هذاك الفوقاني ديجا اصلا كاع ما كنتغطاو به كنحيدوه واللي تحت منه هو اللي كيكون زعما كيتستعمل ماشي هذاك البيض دونك داكشي اش خليته حتى اصلا غادي نحيدوه اللي تحت منه ديجا نقي وحاطاه نقي مقعد دونك هادشي اللي كاين. دابا انا كنتسنى فوراك باقي ليه تقريبا واحد 15 دقيقه ويوصل غنجلس نتسناه غير يجي ان شاء الله ونمشيو للمطار. اختكم فرحانه 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 اخيرا انتم من الصباح وانا كنتسنى في هذه اللحظه وما ايام وانا كنتسنى في هذه اللحظه ولكن اليوم بحال ما طوال النار بحال فهمتوا حتى الاخر دقائق داكشي كيقطروا ليا. المهم انا غنتسنى ونديكم معايا ان شاء الله للمطار. واجب راه دابا غادي ننزلوا على التعيه انا نشوف عيني عيني نسيت ما مع حيت الماكله داكشي فاش كنت كنجمع نسيت ما ركبتوش بقيت هكا حتى غادي نخرجين. المهم 11 دابا غنمشيو باش نوصلوا عندها ان شاء الله مع 11 وقت تعيت ماما هي غتكون نهيات في الطريق حيت سميتو زعما النهار كامل عاد كتركب عاد توصل معطله يعني الساعه ديال الطياره ديال هاد المره ما جاتش بحال كيف ما موالفه كتجي ديما يعني كانت نورمالمون كثيره كتوصل هنا مع ديك 4:30 ديال العشيه هاد المره هادي غتوصل معطله. الصراحه جاتني مزيان انا لو انا وصلت مع 4 العشيه ما كانتش غادي تلقاني ونقدر صراحه نخرج من الخدمه ماشي مشكل فهمتوا كنا غادي زعما ما غاديش نقادو ليها بلان مقاد ديال بصح مي صافي. المهم دابا قاديناه شدينا دابا الطريق ان شاء الله غنوصلو يلا يلا معلمه هي غتنزل مع 11:30 الليل يلا يلا مع لي فاليز وداك الشيء نجيبوها عبر باش نيت حنا ما نتسناوش بزاف تما هادشي اللي كاين ناري عاتم عيانة و حتى كلت صافي بليش ما بلا ما نكمل الفيديو ما والو وانا نقول شناهو واش هي زعما الصباح اللي الكاميرا داكشي ما جاتش ما نكملش لكم عاوتاني الفيديو. المهم نصور لكم مرة هذا اللقاء ديالي مع ماما من بعد شهور صراحة توحشتها ومصور حتى راسي حيت من بعد حتى كدوزو اليوم كندخل نبقى نتفرج كنرجع دوك الاحداث وداك الشيء فهمتوا داكشي اللي كاين يلا معنا شي اليوم مبروك biraz uykumuz var hayırlısıyla gideceğiz alacağız geleceğiz inşallah 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 في الناس ان شاء الله نمشيو بخير ناخذو ونرجعو بخير ان شاء الله. حتى ولفت ندير ما دايرهش الخاتم دابا دماغي حطيته ما بقيتش الزيت ولفت شي حاجه في يدي خاصها تكون الماكينه ما كاينش كنحس براسي ماشي هي هذيك واخا في الناس. حتى باش نصحصح شويه غادي دابا في الطريق وقف البلاصه فين كيخدم هو غادي داخل سميتو ما غيبقاش يخدم هنا غيدوز لواحد البلاصه اخرى حتى هي تابعه لهنايا مي كيعرفوا هنا وداكشي غيدخل ياخذ قهوه من هنايا لانه باش نرجع للراجل باش نفيق حيت في واحد الناس خيالي كيتخلط عليك الناس والفرحه والدقديقه وكل شيء مع بعضياته ما عرفتش شنو هذا الاحساس هذا. داز واحد الكاميو طرق ليا الضوء ولا الصراحه اش نقول لكم والله الا الاحاسيس مخلطه الدماغ كيفاش غادي نعبر عليها معاكم ايوا اشرب قهوه نرجع لراسي كان ديما قالي ومن بعد نكمل معاكم الفيديو ولكن تخيلوا فرحانه حيت كنصور لكم فيديو فرحانه حيت جايه ماما فرحانه حيت سميتو غدا الويكند ما خداماش فرحانه فرحانه
يعني قال مشاعر مخلطين، قال مشاعر مخلطين، ولكن او ميم طون ترى يعني ما كنقدرش نحلها مزيان باش ندوي معاكم. ها هو جاب لي قهوه. ثانك يو براك. شكرا. نوري. شكرا. يلا نرجع للراس ديالي. حماس حماس حماس. هيجانلı mısın؟ Evet. على فكرة الأوتو بارك هنايا دايرين ساعة بتسعين ليرة. ساعة ساعة تلتل تسوي 110 ليرات، يعني 20 ليرة فار كبار. ما بغيتش نقول لكم زعما تمية ديال الأوتو بارك هنايا. كاينة واحد الجهة أخرى كان كنزول لك عندك، خصك تبقى في الطوموبيل، ما خصكش تتحرك من الطوموبيل. هنا تقدر تستاسيوني وتدخل المطار، حيت خصني ندخل المطار باش نبقى مع ماما. غادي نباركيو هنا نيجا. ترا 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 ترا. اوها شوف، شكون عارف هادي الطوموبيل ديال جورجيا. تغبرت شحال دابا تلقاو هي هنايا. نمشيو لتاس هذا لاسانسير. اسود كنشوف السريت الاخرين ديال البام، عينيا كي يا ربي ترزق، يا ربي ترزق كل واحد كيتمنى شي حاجه زوينه في حياته وترزقنا حتى حنايا. امين امين. توصلنا نص طريق كيبرك، ما خدينا لا ورد ما خدينا والو. قلت لي انا بهاد العينين وبهاد الحاله ما تفكرتش. هو جاني شان من سميتو الجراو بيبان كتار هنايا. هاد المطر كبير كبير جدا جدا. باش ندخلو نتسناوها لداخل زعما نتلقاو ليها لداخل ماشي برا لتحت. فين وريتكم طلعنا الفوق وغنمشيو بحال حنا غادي مسافرين، يعني ندخلها غندخلوا للمطار وغننزلوا لتحت باش نقدروا هكا سميتو نتلقاو ليها لداخل ماشي برا. نتسناها دير الكونيكسيون باش هكا نهضر معاها ونعرفها فين كاينه بالضبط. المهم ماما راح تولفات عارفه، يعني كاع ما كنخاف عليها في المطار، فهمتوا داكشي علاش مرتاحه انا. Hoş geldin, hoş geldin. So much mama. So much mama Gigula. Bunların hepsi bunun üzerine kendisi mi koydu? Gel koşun şey hatta çiçeği mi? Hayır, bir adam yardım etti. Yalla bisleyma. Bisleyma. Çık ödüsleyim. Çık. السلامة. سلمك. غدا كتقصر. غدا كنقصر. كنت غدا ولا انا اللي غدا وكنطول. غدا كتقصر حتى دابا ملي كيشرف كيبدا ينقص. لا. انت اصلا قصيرة من النهار. هي اللي ولدات كطويلة. كنضحك معاها ماما ديما كنضحك معاها بحال هكا. تلبرد. كاين برا شوية كتلبرد. انا عركان خصني. شوية كتلبرد. اش تلبسي؟ سدود ونهار. بنت اختي الزوينة. شميستي تيت وحشتها. ايمت براك نديان هوش geldin kaynağını özledim mi? Evet. Gidiyor çok hoş dostuk. Güzel miydi yolculuk? Nasıldı? Belki de tarih مزيانة. Alhamdulillah. Ah, yeah. Plan yıl başı şahit
Dedi ki bir en son ben kaldım çünkü bu ikinci bavul hızlı çıkmadı. Wow, hey mama. أبوكم جاي قشرك جيتي واخا كل شوية حنا جايين وطرك كيقول لي ترى ماما جاية كيقول لي وي راه ماماك جاية إيوا آخر مرة تشاوفنا في مكة فاش كنا في مكة إيوا الله يتقبل شهر 12 يا رب بشي حجة هاد المرة ياك لا شتو الطريق مشيو ناكلو مشيو للدار واخا الوقت باقي معطل مشيو مشيو ناكلو مشيو ان شاء الله للدار شو شبعانين شو جبت ماما هنايا حدا هاد القنطرة هادي هاد البلاصة هادي كيدخلو ليها غير الناس زعما اللي خدامين مع بوراك دخلنا بلا كارت اجي ماما وقفين نشوفو هانتوما الماكين هنايا سميتو غناخدو واحد التصاويرة رائعة حنا ديجا من الطريق قال لي اجي ندخلوها بعد هنا شوفوا دابا دايز باطو من هنا يا رائع شوفوا تصبتي لا صوم كيش لي دخلك لهنا براك شو عن جاجة براسي بره دا ساكن دا قال كهد اللي بيهنك يكون رائع جميل غادة تصور جيت اش سمية ديالة حليمة دابا جوج ديال الليل الدنيا عامرة هاد البلاصة هادي حيت مشهورة مشهورة كيبقى حالي حنا شدينا دابا هاديك البيران شوربة صاتي زوينة هادي اللي كيكون ضاربو البرد ولا هدا فيها اللحم فيها التومة الحار بنينة الصراحة ماما كدو مع خويا بس يحاول حتى هو يجي باش يشوفها عطشو بنينة هذه اللي جانا يشربها رائعة رائعة خصوصا في البلاصة هذه كيصوبوها زوينة بزاف مرحبا بك مرحبا بك بسم الله Biz buradan giremeyeceğimize göre söyle burayı açsınlar. Gel. Aklı ile dekhle ve aklı. Aklı ile dekhle. 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 ماما تعطت لها واحد البنيه زعما تو بالضحك تعطت لها بقى واحد الراجل تاهويا مغربي معطل لي لا فاليز تشوفوا قال لي راه واقيلا شدوا لي انا لا فاليز ديالي بقاو معطل حيت فيها الكسكس وداكشي ماما هي تبقى تضحك قالت لي امي انت ما انت راني تبقى لي تينا تينا ديك لا فاليز اللي معطله اللي فيها كسكس وفيها بسم الله المزيدات من ماما ماما جيب لي البرمة ديال الكسكس عارجينا فات اللي نجبدو النعناع وداكشي شو ماما شوفو الحياة المغرب شوفو عندي الماء كيلو جوج ضغط قص ريكو نمشي 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 شغل